ما بنقدر نشوي الدجاج على الفحم بالبيت. جبت لكم طريقة تشوي الدجاج أخدين شكل الشوي على الفحم بطعم التدخين، بس هم مشويين بالفرن. عندي دجاجة كاملة، أنا استخدمت دجاجتين، شلت منها كل الزوايد مع سلسلة الظهر ونظفهم كتير منيح من جوا. هلا منجهز لتتبيلة الدجاج. كمية التتبيلة تكفي لدجاجتين. لتتبيلة الدجاج رح نستخدم بصلة حجم وسط، 3-4 حبات ثوم، بندورة حجم وسط، كوب لبن زبادي، نصف كوب زيت زيتون، ربع كوب عصير حامض أو ليمون، ربع كوب خل، معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار معجون فليفلة أو دبس الفليفلة، معلقة كبيرة معجون الطماطم أو مية البندورة، بهارات التتبيلة، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بودرة البصل، معلقة صغيرة بودرة الثوم، معلقة صغيرة بابريكا عادية، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة صغيرة أوريغانو، ومعلقة صغيرة كركم أو عقدة صفرة، نص معلقة هيل ناعم، نص معلقة كزبرة. نخلط كل المكونات مع بعض. هلا عندي دجاجة بعد ما غسلتها، بشرحها بالسكين عشان تفوت التتبيلة كلها وتتشربها. بضغط عليها بهالشكل. حطيتها بجات كبير، بحط عليها التتبيلة اللي عملناها، بس بخلي شوي من التتبيلة على جنب، رح نستخدمهم كمان شوي. بوزع التتبيلة على الدجاج، وبعد ما وزعت التتبيلة بغلف الدجاج بحطه بالثلاجة، ويفضل يتنقع من ساعة لليلة كاملة حسب الوقت اللي معنا. هاي الشواية حجمها بوسع بالفرن، بتوسع لدجاجتين. دهنتها بزيت وحطيت عليها الدجاج. بحط من التتبيلة بالفتحات اللي عملناها، وبضغط عليها منيح عشان ياخذوا شكل الشوي، وبحط عليهم ورق زبدة وقصدير أو ورق ألمنيوم، بسكرهم منيح. حطيت تحتيها صينية فيها مي سخنة أو عادية من الطيبات اللي انت بتحبوها. أنا حطيت ليمون وهيل وورق غار، وبنحطهم بفرن محمى مسبقا. وهلأ رح أجهز للسلطة اللي رح نحطها على الخبز. عندي بصلة مفرومة، ببعدهم عن بعض بهالطريقة، كاس من البقدونس، وملعقة كبيرة سماق، وملعقة كبيرة زيت زيتون. ملح ما حطيت، رح أكتفي بملح السماق، وممكن نحط عصير ليمون، ومنحركهم. بالنسبة للخبز ممكن نستخدم أي نوع خبز. رح أدهنه جزء من التتبيلة اللي خليناها، مو كل التتبيلة، رح نخلي جزء من التتبيلة للدجاج، ورح أحط فوقها السلطة اللي عملناها. رح أحط شوي الخبز بالفرن، شغلت من تحت شوي ومن فوق شوي لحتى ياخد الخبز نكهة البصل. بعد ساعتين كشفت عليهم وصرت أدهنهم كل شوي بالتتبيلة اللي عملناها مع التحمير من فوق. أخذوا معي بالتحمير تقريبا نص ساعة. تقريبا دهنت الدجاج شي 3 مرات بالتتبيلة اللي عملناها، تتركز الطعمة فيها أكتر، والمي اللي حطيناها أعطت بخار وخلت الدجاج يطلع طري مش ناشف أبدا. بعد ما أخذت اللون التحمير اللي بدي إياه، بطفي الفرن وبحط على الفحم زيت، بحطهم بالفرن وبسكره لمدة ربع ساعة حتى كل الدجاج ياخد نكهة التدخين. وهلا صار وقت التزيين. نحط الخبز، الدجاج، ونحط المخلل أو الكبيس مع المايونيز والبطاطا.
وهيك صارت جاهزة معنا بالعافية. Thank you.